ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد الدرب الطويل في المدينة القديمة بالدار البيضاء يومه الاثنين وقوع حادث خطير يتمثل في انهيار منزل هائل للسقوط نتيجة التساقطات المطرية القوية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية منذ صباح أمس الأحد. وأوضح مصدر مطلع أن الألطاف الإلهية حالت دون وقوع خسائر بشرية بالرغم من خطورة الحادث، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية حلت بعين المكان رفقة المصالح الأمنية مباشرة بعد انهيار المنزل. وتجدر الإشارة إلى أن الدرب الطاليان بالمدينة القديمة شهد قبل أسبوعين وقوع حادث مشابه خلف مصرع سيدتين وإصابة قريبتهما بجروح بليغة، تم على إثرها نقلها في حالة خطيرة للمستشفى. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.